دخل راح حمار مازال عنده الكرة زير حمار وبا با 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 جول. لم أشاهد قبل هذا اليوم هدف من مثل هذه الزاوية. رائع أنت يا زيني ورائع هذا الهدف من كل الزوايا هو رائع. واو مرة أخرى في مساعة ضيقة يتمكن من التوزيع. هذه يعني اللي اسمها تقعد وجوزوا عليها دي جوار دي زونترينور وغير اسم اللي اسمها اللي يقعد. انا جو بونس كو هذه خطره التفاته مليحه جمعت كاع لي زونسيان جوار برسك لي جينيراسيون. وهذه ان شاء الله ان شاء الله العائله تاع اللي اسمها تكون هكذا دائما مجتمعه ان شاء الله. Moi, je pense que l'initiative de la société d'avoir réuni toutes les générations aujourd'hui, vraiment, il faut leur tirer chapeau. C'est un geste très fort. Et l'USMA mérite son nom, l'Union. Donc aujourd'hui, on a vu que l'USMA, c'est une famille. Elle est restée soudée. Et j'espère qu'on ira encore plus loin à l'avenir. وسام درفلو يضرب الثلاثة اليوم. سجل في الدقيقة 80 هدف نادي كابس يونايتد بهذه الكيفية. قريبين مزيان عند الكرة يلعب على الجيل كرة خطيرة لبلو قبلية جول بابا الرابع ثنائية من أسامة درفلو. يا سلام سعداء عشاق فريق الاتحاد الذين ينهون الموسم بانتصار وبرباعية وباحتفالية كبيرة في مدرجات ملعب 5 جويلية في ذكرى عيدي الاستقلال والشباب وذكرى تأسيس نادي اتحاد الجزائر في 5 جويلية من سنة 1937.